شال الاجتماع الجميل، شال الاجتماع المثمر. انتوا دامكم عايشين الدور وحاسين روحكم مجرمين، ليش ما اجتمعتوا بمكان ما حد يشوفكم؟ مجتمعين تحت شجره شنو؟ ينان وانتم؟ الظاهر انك ما تأدبت. تظاهر ما تعرفني عدل. انا مو بالساهل ارفع الرايه البيضاء. المره هذه ما راح اخطفك انت. راح اخطف منيره. وانا اعرف منيره شنو تعني لك. المادة 178 من قانون العقوبات ينص على الآتي. خلاص عرفنا، يحبس 7 سنوات. ما شاء الله حافظ، ايش عندك العصر؟ داوم عندي بالمكتب نص دوام. المرة هذه طافت عليك يا حضرة المحامي. أنا ما كنت معاهم لما مسكوهم المباحث، وما عندك دليل. صح كلامك، يومها أنا ما كان عندي دليل، لكن اليوم عندي الدليل القاطع وبصوتك، لأن الداخلية سمعت كل اللي قلته. تن 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 يا ودار يا ودار يا ودار صدق صدق أنا شعيب أنا شعيب ما راح أخليك يا بوهون ما راح أخليك يا بوهون الله يخليكم لنا ما راح أخليك يا بوهون بس أنت فخر يا حماة الوطن مشكورين فوزان. أنا أدري وعارف إن أنا اللي سويته غلط، وأنا أصلاً ما أدري شلون سويت كذي. يعني أنا كنت أناني وايد، وبعدين أنا أستحق أي شيء أنت تسوينه، أي عقاب أنت تقولينه أنا راح أنبه، مستعد أسوي أي شيء تقولينه. وإذا تبين أسجل حلالي باسمك هم ما عندي مانع. أنا بصراحة وايد تغيرت، يعني صار تفكيري بس مو اني اكبر الشركات ولا المشاريع. انا اهم شيء يهمني اني اربي ولدنا احسن تربيه واحقق كل احلامه وطموحاته. طموحاته؟ انت كنت قاعد تسمعيني؟ انا كنت حاسس ان انت قاطه التليفون اصلا ولا هامه كان ايش قاعد اقول. انت سمعتيني؟